في هذا الفيديو سنتابع التعرف على الإعدادات ونجري التحليل. في البداية تأكد أن الكريب والشرينكج مفعلين من خلال Materials، وهنا أضغط مرتين على المادة ثم أنتقل إلى هذا التاب. لاحظ هنا الكريب والشرينكج مفعلين، يمكن أيضا إجراء تعريف مفصل للمقاطع والسماكات. على سبيل المثال لهذه السماكة أضغط مرتين ثم أنتقل إلى هذا الخيار، أفعل هذا الخيار وأنتقل إلى التاب في الأعلى فأجد نفس الإعدادات السابقة. الآن أنتقل إلى إعدادات Deflection، أضغط مرتين على هذه البلاطة ثم أنتقل إلى التاب Deflection. هنا أجد بعض الإعدادات Surface Type، لاحظ هنا يوجد خيارين Double Supported أو Cantilever، مسنود من الطرفين أو ظفر. هنا أيضا توجد Displacement Reference، لاحظوا Deformed User Define أو Parallel Surface أو Undeformed System. أنتقل إلى Reference Length، الطول المرجعي، لاحظوا هنا Manually توجد خيارات أخرى أيضا By Maximum Boundary Line أو By Minimum Boundary Line، يتم اختيار الخطوط بحسب الحالة، الخط الأطول أو الأصغر، لكن هنا سأختار Manually. بشكل أوتوماتيكي لا يتعرف البرنامج على هذا الطول، لذلك يجب أن ندخل الطول يدويا. يمكن إدخال القيمة هنا أو أضغط هنا على هذا السهم وهو Measure، وسأختار البعد بين الأعمدة بهذا الشكل، لاحظوا 7. الآن أضغط على أوكي. الآن سأبدأ بإجراء التحليل، سأختار Concrete Design وأضغط على هذا الخيار هنا Show Results. انتهى البرنامج من عملية التحليل وظهرت النتائج. في الفيديو القادم سنستعرض النتائج. شكرا لكم وإلى اللقاء.